انا مش ذنبي ان انت عندك نيماتودة موبوءه في الارض جامد، انا مش ذنبي ان ارضك شرسه في النيماتودة بتاعتها. احنا المشهد دوت نزلناه وشخصنا فيه، كان واقف ما كانش متحرك، وشخصنا فيه نيماتودة وحطينا معالج نيماتودة، والحمد لله خدنا بيه نتائج والمشهد اتحرك ودار والدنيا بقت زي الفل، وجاب السباقات بتاعته الجديده والدنيا الحمد لله اتحركت، و10 10 اتفاجئنا ان المشهد ابتدى يبقى بطيء تاني في الحركه بتاعته. طب احنا حاطين جرعه نيماتودة المفروض كانت هتجيب لنا فتره اطول من كده وفتره طويله. لما نزلنا في الاجزاء من المشتل، مش كل المشتل طبعا، نزلنا في الاجزاء من المشتل اللي الشتلة فيه كان شويه ومش نفس مش ماشيه بنفس القوه وبنفس القدر بتاع الشتلة مسيلتها من اماكن اخرى في نفس المشتل، وقلعنا الجذور بتاعتنا، لان ان الاجيال اللي جايه الجيل الاول والجيل الثاني جايه وفيها تنفيخات نيماتودة، اصبحت جرعه النيماتودة اللي احنا كنا حاطينها من 15 يوم غير كافيه للارض المشتل ده. طب هل دوت عيب في دواء النيماتودة؟ هل ده عيب في الجرعه؟ لا، ان هم حاطين دواء النيماتودة تبارك الله من اقوى الادويه اللي بتجيب كل انواع النيماتودة، وحاطينه بجرعه عاليه وحاطينه بطريقه كمان يعني طريقه ممتازه.